مرتي من زمان وهي تشعل، هي المشعل اللي تضوي بيتنا، هي الشمس اللي تلمع فوق رصاننا. ليل كامل، ليل كامل وانا نعاني في الفراشة. خير ان شاء الله. واش بك راكي مريضه؟ واش راه يوجعك؟ من جهه الصحه لاباس، الوجع جاني من جهه اخرى، من جهه الفراش والمخده اللي ما تشكرش. هذاك سيدي وليدك دخل بيتي كي سرق الملعون وبدل لي المخده ديالي، هدا لي المخده اللي غلفتها بغلاف مطرز بيدي، نحاها مغلافها، حط فيها المخده ديالو الفارغه وخباها لتما. انا ما فقتش بالعمله، حتى سبت روحي ليل كامل وانا نعاني من رقبتي. هاد سبحان الله، نحس كلي رقبتي فيها حديد معوج ومصدر. هذا ما كان، انا عند بالي شوف وصل على مخده راكي قيمتي قيامه. يما اسمعي، نعرف بلي وليدك سفيان غير هو اللي ما تسمحيش فيه، نعرف لو كان يشرب دمي وياكل لحمي هذا ما يغبنكش وما يغيدكش حالي. يما اذا كانت الكبده ديالك عليه ترفرف هذا مقبول ومسموح لك، بصح باش نخليه يخرج قرونو علينا وعليا بالخصوص هذا ما نقبلوش ابدا. بركي ما تباغي بركي، حتى انت قانا ما عندك حتى حنان عليه، والحاجه اللي يعملها تظهر لك اللي جبال تاع الخطايا. صح في خوك يا طفله، وديري ربي والنبي في قلبك. هادي حلوه، الراجل كلب واللي يصيبو في طريقو يعضو، وانا يلزمني ندير ربي ونبي في قلبي ونسعف فيه. يما لا 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 لا، هادي ما نقبلهاش ابدا. فهمتي؟ سمعتي يما؟ يما يما سامية بنتي، ايزي نساعدك، حنينا. يما وش بيكي؟ خير ان شاء الله. ما بيا والو يا بنتي، ما بيا والو. من عادتك تتكلمي، تعاندي، تنبهي وتنهي وتفهمي، ماشي موالفة تسمحي في حقك. هاد اليامات يظهر لك لي الكلام الكل راه ثقيل على لسانك. واش حبيتيني نهضر ولا نقول؟ جيتيني الصباح لله بحكاية عيانة عن المخدة اللي بدلها لك خوك، وانا مهبولة باش نعندك في هذا الموضوع. من عادتك اللي يمسك في سفيان ما تسمحيلوش.
اليوم راكي بالحاره طلبتي مني ندير ربي وامي في قلبي في علاقتي معه. كيما واش كاين يظهر لك اللي راكي مغبونه كليك اش حاجه فيها خاطر هي مشغلت لك بالك. ما بيا والو يا بنتي ما تشغليش بالك بيا. مش بيا والو. وانتي الخدمه تاعك تاع المسجد كملتيها؟ خدمتي كلش؟ ما تنساش البكره قريب يلحق. النسوه الحيره هي على ما يرام وكيما يلزم والباك يلحب ربي راني جايبته ولا باس. بصح انتي يما الحاله ديالك هاد الايامات ماهيش عجبتني. وانا ما بيا والو الحمد لله. كي انتي وخوك تكونوا لاباس انا نحمد ونشكر. هذيك هي الدنيا وما فيها وما نطلب حتى شي زياده. ايه من فمك ربي يا يما. انا مادا بيا تكوني مهنيه. ايه صح صح صح. ايه روح شربي قهوه. صح ايه روح روح روح. صباح الخير يما. صباح الخير. صباح الخير للجميع. يما كملتي قهوتك؟ خلاص شربت. اشربوا انتم. اشربوا. البارح دخلت لبيتي وبدت لي المخده ديالي بديالك. ها ساميه هاد الصبحه ما عنديش وقت للكلام والفلسفه معك. صحابي ما مستناو فيا. خلينا نشرب قهوه ونهرب من هنا باش ما نسمعك ما تسمعيني. عندي حسابات مادا بيا نصفيهم معاك. حسابات ديالك درك ماشي وقتهم. البارح كي دخلت لبيتي ولعبت لي ديك اللعبه كان عندك الوقت. ساميه من درك عيني ما تشوفك ودني ما تسمعك ومن فمي ما تخرج حتى كلمه موجهه ليك. اغلق عينيك سد ودني كزم فمك كيما حبيت. بصح حتى واحد ما يمنعني نقول لك وزيد ناكد لك باللي ما سمح لكش تدخل بيتي وتخرب فيها كيما يظهر لك. وديك المخده والله ما زدت قعد دقيقه زايده في فراشك ولو يسيل عليها الدم. او يا طفله واش هذا الكلام هبلتي؟ علاه جا المخده دا خوك تسيل الدم؟ يما ديك المخدة ما هي الا سبة باش تفهم سيدي وليدك بلي ما عندوش الحق يدخل بيته ويخرب فيها. وديك المخدة والله غير راني حنجيبها واذا كان قادر هو يمنعني مرحبا به. سامية هذاك البيجامة اللي كي لابساته كنت ترجعي لبيتي ماشي خير؟ ايه ان شاء الله. يا اخي طفلة يا اخي. وانت واش داك القشة هذيك راهي تحوس على السبايب باش تلصق وتلق علينا ويدان كلامها. خليها تغلي. انا كي نشوفكم هكذا دائما في تشني تشنك قلبي يوجعني. ما تمرضيش روحك بسببها. يما بابا خارج بكري جوايا 5 تاع الصباح شرب قهوته ورفد وزن صياده وراح. طلبت منه باش يديني معاه ما حبش وانا تمنيت باش نشارك معاه في هذه الخرجه. وعلاش والخرجه ديالك مع اصحابك ما كفاوكش حتى تشارك بابا في الخرجه ديالو؟ ايه خرجت مع اصحابي ما فيهمش لذه كيما خرجت سيدي راجلك. عرتوقي منها ترجعي ما تصبريش عليها. هي واش من التحواس واش من المشروبات واش من المشويات. ديك المره كي داني معاه عندي ما تمتعت هو وصحابه في وسط الطبيعه تربوا لها واحد المشوي عنده ما يمدح عليه المداح. هذوك الخرجات يا وليدي تاع الناس الكبار النهار اللي انت وانت جبتوا وصلوا لسنهم ما عليكم الا تنظموها وتتمتعوا وربي يزيد في سعادتكم. هذه تكون وبلا شك. على كل حال بيد ما توصل ليها تهلا في الطنوبيل ديال بابك
وما تنساش باللي وصلك تغسلها له. لا لا يما اليوم ما نقدرش انا وصحابي نظمنا برنامج ماشي داخل في غسل الطوموبيل ديال الشيخ. والله يا لو كان ما تغسلهاش غير يعمل فيك حاله. وما تنساش باللي هذا الغسيل قبضت عليه الفلوس. هذا واش عطاني 4 درهم صرف يطلب مني المحل نسمح له فيهم راحتي. وعلاش ما قلتلوش ما نغسلهاش قبل ما تقبض الفلوس؟ لا يما في هادي تبري على روحك. اللعب سيسموها لا تاكتيك يما. والله ما نقدر نغسلها لا هاد الصبحه ولا العشيه. يوم الفريق ديالنا راح يلعب في ملعب المنصوريه ومع اللي انا من المسيرين تاع الفريق لازم لابد نرافقو في الجوله تاعو. ما نقدرش نسمح للفريق ديالنا باش نتهب الطوموبيل ديال بابا. تحب نقول لك انا ما ندخلش روحي في هذه. دبر راسك مع بابك عمل واش حبيت. لا يما ما تسمحيش فيا حاونيني. ايوا واش حبيتني نغسلها انا؟ لا حاونيني مع ساميه قولي لها تغسلها هي. كيفاش نروح نقول ساميه تغسل الطوموبيل في عودك نتايا؟ ومع هذا هي على بالها باللي هذا الغسيل قبضت عليه الفلوس وهذا من بعد القضيه تاع المخده. في هذه يا يما غير انت اللي تقدري تعاونيني فيها. معاها غير انا اللي ما نقدر نفيدك فيها بوالو غير الا طلبت مني نضرب الحبل والصابون في عوضك. وعلاش لا رب البيت مع بلو يخرجوا يتمتعوا مع اصحابهم والام وبنتها المغبونين يقعدوا في الدار يحرثوا عليهم. شفتي يما كي كنت نقول لك باللي المراه الجزائريه مازال ما خرجتش من العبوديه انت ما تصدقينيش وتضحكي عليا. اسمع اليوم كلام واحد من ممثلين جلسه الذكور. واش يسلكنا معاك اليوم يا ساميه يا بنتي؟ رانا حطينا اصبعنا على الموضوع الفلسفي اللي انت تعزيه. يا بنتي زين ساعدك عتقين هاد الصبحه ما صبح حتى لذة في كلامك. حبه من حبه وكارهه من كاره. انا عطيت عهد لنفسي وما نسمحش ابدا في حقوق الجنس المحقور وفي الدفاع لاجله. وهاو مولا بيتك وبنو هاد السبيحه هما اللي فتحوا الملف. واش يغلقوا ضروك؟ باش نغلقوه يا يما ما علينا غير نخرجوا من ميدان الكفاح ونخلوا المنبر اللي من حبي يتكلم. اختي الله يساعدك ويكون معك. هذا هو الحل الوحيد اللي صبته بس انك راسك ميدان الكفاح. انا ما عندي حتى قضيه تستنكفح من اجلها اولا. ثانيا مانيش في حد ضد عدو. ثالثا ما عنديش وقت نضيعه معك في مبادله اراء ما عندها لا معنى ولا فايده. القضيه موجوده والحرب راه واقع وانت ما راكش مستعرف بهم على خاطرش ما عندكش الثقه اللازمه والشجاعه باش توقف معاهم في كفاح وتدافع عن اراءك في الموضوع. الاراء ديالي في الموضوع معروفه والموقف ديالي ايضا ولهذا انا كممثل جنس الذكور راني مسلم لك السلطه ليك والامثالك من ينسى صرفوا فيها كيما حبيتوا. مع السلامه اصحابي راني مستناو فيها. بالكفاره ما راك خارج من هنا. راني عارفه بلي قضيتنا معاكم يا رجال ماهي سهله وبلي كثير مساكين يما فقدوا كل امالهم في انتصار ضدكم. لكن انا ولو نبقى المكافحه الاخيره نبقى دائما قدامكم ورافضه مشعل الكفاح. برافو واذا تقصي في ميدان الشرف كوني على يقين باللي اسمك يتسجل بحروف ذهبيه في تاريخ كفاح المراه ضد العبوديه. بصح اختي يرحم والديك اختي جرتي هنيني خليني نخرج صحابي راه نستناو فيا. وعدت بابا تغسل له الطوموبيل. والله غالب هاد الصبحه ما نقدرش وانا حنا ماذا بيا تظهري لي باللي انت اخت مولات مبادئ عائليه تعاونيني في هاد القضيه. والله ما نسالك مزيتك وراني نردها لك بالعشرين. والله يا لو كانت تركع تحت رجليا وتلهب غير هاد المزيه اللي ما تكوش بيناتنا. والعشيه كي يدخل سي زبير ما عليك الا تقابلو وتفاهم معاه. صحه راني قابل نتحمل المسؤوليه ونتسلم للعقوبه. خليني برك نخرج واللي صار انا مستعد ليه. يما شفتي هذا وليدك ما يخاف لا من ربي ولا من العبد وهذا علاش؟ على خاطر راه عارف مليح روحو باللي راهو محمي من العقوبه. يما ما تشغليش بالك راني ندخل بكري وقبل ما يرجع بابا الطوموبيل ديالو ترجع تشعل. لا الا كنت راجل ما تغسلهاش. ساميه هذيك المخده اللي درتي عليها ضجيج شتي كيفاش ظلمتيني باطل؟ حوسي عليها مليح تحت السرير تاعك تلقاها تما. وشكون اللي خباها تحت سريرك؟ انا بالك الجنون. على كل حال شفتي بيتي ما كاشها. يما هذا وليدك راهو رايح يخرجني على عقلي. لا
أن هاد السيطرة ما نقبلهاش أبدا. هادي حلوة سيدي يروح يتنعم مع أصحابه وأنا نقعد في الدار نخدم له شغلات. فلا أنت جنتي، ربي خلق في هذا الدنيا المرأة والراجل، المرأة شغلها في البيت والراجل شغله في الزقة، وبينا صلينا عليه. أنت يا يما زمانك فات والوقت تغلب عليك وليتي ما على بالك بحتى شيء. يا حسرة على زمان اللي كان الراجل هو وحده يتصرف كل شيء. اليوم الراجل المتزوج عنده حقوق وواجبات، والمرأة اللي متزوج بها ماهيش آلة يستغلها كآلة إلكترومنزلية ونهار اللي تقدام وتفشل يرميها ويبدلها. حتى هي عندها حقوق وواجبات فيما يهم الدار وبالخصوص. أسفت عليا، أسفت عليا. يا بنتي بركي ما تعجني فيا بذاك الكلام، ومع هذا عقليتك في الموضوع نعرفوها. روحي التهي بالتمارين تاعك البكره وقريب يلحق. روحي بركي ما تكرع عليا في هذاك الكلام، قلتي ولي 21 مره. يما نقول ونزيد نعاود، المراه ماهيش اله الكترومنزليه في خدمه الراجل. سكتي سكتي ساميه، سكتي عليا، سكتي يا بنتي سكتي. يما يما واش كاين؟ صار علاش عليك هاد البكا كامل يما؟ وقيل انا هي سبابه، كثرت عليك يما. سمحي لي ما كنت عارفه بلي كلامي اثر عليك ووصلك لهاد الحاله. خلاص يما حبسي، ما كانش قصدي نبكيك ونغبنك. خلاص يما نحنفلك، والله والله يا يما غير ما زيد نقول كلمه. خلاص يما حبسي خلاص. يا بنتي سامحيني، مانيش عارفه واش وصلني لهاد البكا. طاح عليا بلا سبب، يعود بالله من الشيطان الرجيم. يما يما سمحي لي خلاص، واذا كان كلامي هو سبب غبنتك الله يعطيني مقص يقصني داك الزين. خلاص يما ما زيدوش تكلموا في هذا الموضوع. خلاص خلاص راني عارفه بروحي صامطه وكلامي قلقكم بزاف. خلاص الله يعطيني غمه الا زدت قلت كلمه. يما خلاص حبسي من البكا، هيا تحكي لي يما. ايه هكذا ويلي الغسيل تاع الطوموبيل هو اللي غبنك؟ كوني مهنية على راسي وعينيا. خير انا اللي ما سبحشك يا يما، ديك الطوموبيل هاد السبيحة نلتها بيها، والعشية كي يدخل بابا يلقاها تشعل شعيل. يعطيك الصحة يا بنتي، إما لا تهلاي راني طالعة للبيت. بصح ردي بال كي تنسي التمارين ديولك، السبقي فيهم هما الاولين والكروسة عندها الوقت ياك. هادي عمرها ما صارت، من عدها تزعف وعلى وليدها ما تعطيش اليد. بصح باش توصل هاد الحالة هذا مدهش. كان ظلمة عندك الحق، لو كان غير حكمت في لساني واش داني. على كل حصل يحس معي، نحبك تعهديني باللي هذه القضية ما تلحقش لعند الولاد أبدا. ماذا بيا وليدي وبنتي ما يسمعوش بها، عهديني باللي هذا الخبر يبقى سر بيناتنا. خلاص بالكفارة كلمة في هذه القضية ما زادت خرجت من لسانك. إيه يعطيك الصحة، كي رجعت لك أنا مخربة، كي رجعت أنا نحوس نخرب لك بيتك. إيه يعطيك الصحة، أنا مخربة يعطيك الصحة. صحة مانيش عارفة واش هو قصدك الحقيقي، بس هذا الخبر اللي جبتيهولي لو كان خير سكتي وكتمتي السر وبقى عندك، بقيت هتر فيه وحدك حتى النهار اللي تطفر.
تطفر في من؟ تطفر فيك؟ نكتمو السر حتى النهار اللي تصيبي روحك برانية في دارك مع مرا واحدة أخرى متنعمة في بيتك مع راجلك، وانت تضربي عليهم الشيفون. لا يا صفية يا حبيبتي، أنا غير هذه اللي ما نقبلهاش، ما نقبلهاش في فائدتك وفي فائدة العائلة ديالنا كامل. صح يا للا، نتجعلها عندك الحق. وأنا واش حبيتيني نعمل؟ ندير جنحتين وفرفار ولا نخرج صفارتي وأنا بدي نخبش في الليجة؟ لا هذه ما وصلناش ليها، بصح بالأقل تهتمي بالقضية وبركة ما نسمع هاد الكلام منك. صح صح، يعطيك الصحة ويرحم والديك. كي تظهر القضية بوضوح ربي يعمل لها تاوي. إن شاء الله. على كل حال أنا نطلب ربي يكون معك ويعاونك، على خاطر على حسب ما راني نشوف ما راكيش قادرة على الكفاح وما راكيش قادرة تدافعي على رزقك. صالحة أعتقيني بركاي بركاي، ما تكدي لي في لحمي وتزيدي لي في الألم. ديري في بالك باللي هذا الخبر اللي جبتيه لي راح يحرق لي قلبي، والشك اللي خلق في قلبي غير ربي اللي راه عالم به. بصح راني نشوف فيك حبيتيني ندير ضجة، وانا هذه مانيش قادره عليها مهما كان الامر. نحب ولادي يكونوا بعاد على هذه الزله مهما كان الثمن. لو كان يسمعوا راهم بلا شك يقفوا ضد باباهم، وانا هذه ما نقبلهاش ابدا. انا ماذا بيا دافعي على رزقك. الزبير خويا راه ليك مولا بيتك بابات ولادك، بصح الانسان اللي ما يدافعش على رزقه ما راهوش انسان. الزبير راجلي راه كبير ويعرف صلاحه وصلاح عائلته، واللي يعملها مرحبا به. وإذا هو قصده يخرب بيته ويحطم عائلته، وأنا واش في يدي نعمل؟ على حساب كلامك راكي سامحة هكذا راجلك للغير وبكل سهولة. وهذا الرجل اللي راكي خايفة عليه السرقة واش حسبتيه؟ آلة هيشة ولا صبي صغير ما يعرفش طريق دارهم؟ الرجل راه في الخمسين سنة وشوفت اللي راهي تغلي في راسه لو كان تطلع عليها. صافية انتي نية وهذا كلام النوايا. الراجل ما كاش ما اضعف منه كي تجيه من جانب امور نساء. انا زبير راجلي عندي ثقه فيه. صفيه بركاي راكي معمده على روحك وغلقه عينيك باش ما تشوفيش الحقيقه اللي راكي فيها. صفيه الزبير عنده مراه اخرى، مراه شابه قاريه صغيره مودرن، وهاد المراه راهي في مده عام اللي راهي معاه. هاد المراه راهي تهدد لك في عائلتك صفيه. بركي من البكاء بركي من البكاء. لو كان ثانية تشوفك في هذه الحالة اللي راكي فيها راهي تكتشف باللي كاينة فيها قضية، وإذا طلت عليها وكتشفتها عرفي باللي السقف نتاع الدار تحبطو. راني عارفة راني عارفة ما تعتقيهاش، وراني عارفة تعملي كل مجهودك باش الخبر هذا يلحقها باش تشوفها تغزل كيما راني أنا تستشفي فينا. صح صح يا صفية، إذا هذه هي عقليتك فيا أنا هما نبقاي على خير والله يساعدك. سناي ما تقلقيش روحك، القلق اللي راه فيا يكفي الجميع. قعدي مازال حال قعدي، حتى قهوة ما عرضتهاش عليك، هولتي لي مخي حتى نسيتيني في القليل. صفية واش تحبي، أنا هذه هي عقليتي، أنا مرا غيورة وما نحبش الراجل يخدع المرا، وماشي مرا ولا زوج اللي دخلت روحي في قضيتها وكنت لها معينة. ايه كتر خيرك وبالك هذا الخير اللي راك تعملي في مخلوقات ربي، ربي يرجع لك نهار رجلك يلعب لك اش لعب. وشنو يلعب لي لعبة؟ لا لا توصلوا. عرفي يا صفية لو كان التوفيق يدخل في معمعة كما اللي راه داخل فيها الزبير، انا من عندي والله ما يسلكها بخير. انتي نعرف قادرة على روحك في هاد الصوالح، بصح قولي لي هذا النسر صارت لهم هاد الزلة كيما نايا واش عملوا باش خرجوا من المأساة؟ كاين تلت انواع متاع النسا وكل وحدة منهم تاخد قرار خاص بها. ياه هيا هيا خلينا من القهوة ديالك. هيا كاين اللي ما تسمحش في حقها ابدا، وهذا النوع من النساء قادرات على كل شيء، ما تخاف لا من الموت ولا من الضرب ولا من الفضيحه باش تحمي بيتها من الخطر، وهي مستعده لكل شيء. ايه هذه انت هي بدات. النوع الثاني في الايام الاولى تبدا تخرج في قرينتها، تبدا تبكي تشتكي
تعيط تسب حتى نهار اللي تعيا، وبعد الشدات تهدن وتوالف الوضعيه نتاعها وتقبلها حتى النهار اللي يديها الواد. والنوع الثالث تعطيها للبكا، تعمر قلبها بالغبينه وتطفرها في صحتها. درك يا مرت خويا العزيزه، القضيه راهي بين يديك، ما عليك الا تختاري وحده من النساء اللي وصفتها لك وتكوني وحده منهم. بقاي على خير، تقعدي تشربي حاجه. صح نشربها في الفرح ان شاء الله. ان شاء الله. بقاي على خير، مشي بسلامه. باي باي. مشي بسلامه. قايمه بيها؟ ايه بالسيف عليا، لو كان ما نعملش هكذا الزوج سبوع اللي في الدار ياكلوني. ابقاي بسلامه وتهلاي في روحك. ها ايه ساميه، بالخصوص تهلاي في يماك. كوني مهنيه. باي باي. بدخل بكري جواهت العشرة. انا ما شفتوش، قالت لي يما بلي كان عيان ما بطاش طلع لبيتو، بلا شك يكون راهو غارق في النوم. حيه باش ريح نفسه من العيا. هذا طبيعي، الى طول النهار جوزو في الجريه ورا الحجل والقرين يكون مات بالعيا. ما فيها شك. ما سقساش عليا؟ ما سقس على حتى واحد، لا عليك ولا عليا ولا على غيرنا. هاد اليامات عقلو راهو لاتي بشغال اخرى اكبر اهميه عنده. احنا هذا ماذا بينا، كل واحد في هاد الدار يهتم بشغاله، هكذا كل حاجه تصيب مضربها الطبيعي، اللي يليق بها وتبقى فيه. على كل حال يا خويا العزيز، الا راك مشغل بالك بالغسيل تاع الطوموبيل غير تهنى، راهي مغسوله. شكون يتكرم عليا بهاد المزيه اللي ما نساهاش ابدا؟ شكون في هاد الدار من غير يماك الحنونه واختك المغبونه؟ هنا كاين زوج ملوك وزوج عبيد يخدموا عليهم. في الوقت اللي انت وباباك كنتوا تنعموا بخيرات الدنيا مع اصحابكم، احنا هنا ننظفوا لكم البيوت، نغسلوا لكم حوايجكم، نحدوها لكم، نطيبوا لكم الماكله، باش كي تدخلوا تلقاو كل شيء واجد، وما عليكم الا تتقدموا للطابله، ومن بعد تطلعوا لبيوتكم، تدخلوا في فراشكم وتريحوا عظامكم. إلا في طبيعة الجنس اللطيف قادر على السيادة ولا لعب الفوتبول، ما عليه غير يتقدم، الطبيعة راهي ليه وفي الصطاد مرحبا به. اه وبيد ما تغير وضعي تنسى، أنا نطلع البيت نريح عظامي كما تقولي أنت. حلي عينك مليح وشوفي الطابلة راني نظفتها، وما تنساش باللي ما كنتي وجدتها وحدك. إذا كان خرجتي من فراشك باش تراقبيني هذا بلغ معايا، انا راكي نجحتي 100%. اشغال الدار انا قررت نشارك فيها، وانتي نهار اللي تحبي تشاركي في كاش فريق الرياضي راني مستعد باش نسجلك في كاش كلوب. صوفيا نستنى، ما كنتش نستنى فيك باش نتكلم معك في هذا الموضوع. ساميه يرحم والدك يا اختي العزيزه، اعتقيني والله وبلا مبالغه راني ميت بالعيا. خليني نطلع لبيتي. صوفيا نقعد، ماذا بيا نكلمك في قضيه خطيره. ساميه يرحم والدك يا اختي العزيزه، اعتقيني
والله غير راني معتبرك معايا ناجحه 100% وراني مسلم لارادتك. سفيان اقعد. السقف نتاع الدار قريب يربع على ريصانا وانت ما على بالكش. السقف تاع الدار هيه على حسب ما راني نشوف الدار مازالت صحيحه. الله يعطيك العمى. ما تحلي صوتك وحل ودنك مليح باش ما يسمعوناش الفوق. راك تشوف شنو هذا؟ شنو هذا؟ هادي بومبا. النهار اللي تطرطق علينا السقف اللي راه فوق راسك يريب عليك. وهاد البومبا بابنا اللي حطها لنا في الدار. اقرا. صبت هاد البومبا تحت المقعد في الطوموبيل. شنو هذا؟ زيد اقرا. عزيزي راني ننتظر في وصولك بقلق. احبك احبك الامضاء نرجس. اش تكون هذه نرجس؟ زيد اقرا. بالك تلقى الجواب لسؤالك. عزيزي دودو الحياه بلا بيك ما فيها حتى لذه. انا عشت حياتي كلها قبل ما حظي يلاقيني بيك في الظلام. ونهار اللي دخلت في حياتي ظهر لي كل الشمس دخلت فيها. شكون هذا دودو المحبوب تاع الخليقة؟ دودو 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 هو السي زبير بابانا يا غافل. دودو بابانا. ايوا واش ميزت؟ هاد البروات تكون عندهم واحد 30 سنه. كش وحده بعثتهم لبابانا؟ سميه راكي بديتي تتجاوزي الحدود. ها عندكش حق تطلعي على اسرار خاطينك. كل شخص منا عنده ماضيه وبابانا من حقه كسب ماضيه بكل ما فيه. ما عندكش حق تلفي الخط على بيور الناس. سميه يرحم والديك خليني نطلع لبيتي راني ميت بالعيا. ما لحقوش بابانا في الوقت اللي كانوا عنده 20 سنة. ما همش دليل مغامرة شباب. هاد البريات لحقوه في عام 1983. كما هادي مثلا لحقاته في تاريخ 17 ماي 1983 من باريس. والمراسل ديالها امرأة اسمها نرجس. هاد البريات يدلوا بلي بابانا راهو غارق في مغامرة غرامية وهذا انا نعتبره خطير. اسمع اسمع التعبير هذا. ما تكسرش راسك راني قريب حفظتهم كامل. ايوا واش ميزت؟ على حسب ما راني نميز. طب انا مازلت فيه البركه يا وراه عطيه لزهو الدنيا. بصحته العزيز. هذا ما كان هذا واش خطر في بالك؟ ويما في هاد القضيه خممت عليها. عندك الحق. الى هاد الرسائل تدل باللي بابانا راهو متنعم هذا بدون شك بدون شك ما يعجبهاش. هذا ما كان هذا واش خطر في بالك؟ هاد الشيء ما يعجبهاش. واش بك تعمل بروحك ما راكش فايق بالامور ولا بصح ما عندك غير تبن في مخك؟ هاد القضيه لو كانت تسمع بها يما راه تجننها تخرجها على عقلها تقتلها بالغيره. وهادي الا بدايه. العقوبه راهي للقدام. اذا القضيه استمرت هكذا يلحق النهار اللي بابانا يجيب لنا هاد المرأة للدار حبيناها ولا كرهناها. عندك الحق وهذا يلزم يبقى سر بيناتنا. وهاد البراوات ما تسمعش بيهم يما ابدا. والقضية هادي تجاهلها تماما. ومن بعد؟ ومن بعد ومن بعد ومن بعد نشوفو. كل على حسابي انا راكي تبالغي عطيتي اهمية كبيرة لهاد القضية اللي ما تستاهلش. لو كان انت راك شايف شو يدور حولك في الدنيا لو كان راك على بالك بالمأساة اللي راهي تعاني منها كثير العائلات بسبب هذا النوع من المصايب ما تتكلمش هكذا. راكي تبالغي. بابانا ذكي ويعرف صلاحه وما يسمحش في عائلته ابدا. غير تهني وما تدخليش روحك في صوالح بابانا هذا خاطيك. انت لفهامه ورزانه ما يجي في بالك غير كي تكون فايده في جهه مثالك.
لو كان هاد البريات سبتهم عندي ولا عند يما. في هاد الساعة راك عمل ضجة وراك خرجت قرونك علينا، وفي هاد الميدان غير المرأة اللي هي الظلمة. سامية، الوقت ما يناسبش لهذا الحوار، اطلعي لبيتك واللي كاين رانا نكشفوه، وداك الوقت نفكر مليح في المسألة. آية تصبح على خير، ملا الغدوة ربي يعمل تاويل. إيه معلوم، رد فعله طبيعي لسيدنا الراجل، كل شي مسموح لبعضهم البعض، هذا النوع من الزبلات ما يعطلهمش أهمية. إيه علو ربي عطاهم. السي زبير بابانا ماشي مرة ولا زوج لي داديك الخليقة معاه. في واحدة من البريات اللي سبتهم في الطوموبيل اتكلمت على صفر وساتو معاه. صحافيهم الطيارة تقلع على 11:30، درك ما يبطاش يلحق. انتي على حسابك تجيبها معاه في الطوموبيل ديالو، واش يشدو درك تشوفهم لحقين اليد في اليد بلا خوف بلا حشمة كي العزاب. اوا انا نظن هادي ما يواسيهاش بابا، يخافك شو واحد يشوفو ويكشفو. اسكت اسكت اسكت. واش هما اللي جاو؟ هي هي بدات. واش راهي معاه؟ سي با بوسيبل، راه وحده. وين راهي الطوموبيل هادي؟ هاي وين راك تشوف لاميريك؟ هادي وقيلة هي، ولو كان كانت هي واش نعملو؟ قلتيليش انا ماذا بيا ديك المرا نشوف وجهها ونعرف شكون هي ومن بعد نفرجها. ما تكونش هي. بابا يستر الخير. شوف شوف شوف، على حسب ما راني نشوف فيه راه وحده كيما نهار خرج من كرشي يما. هاو تبارك تاع اليوم عيانه، جا في بالك يديها معاك كيف وفيا وين يروح؟
سفيان، تعرف واش جا في بالي؟ ايوا خير. ايوا واش خممتي؟ تكون هي سبقاتو تما ودار هاد العفسه باش ما يشوفوهمش مسافرين مع بعض. كيفاش جا في بالك باللي هذيك المخلوقة مشترية عند عمتي صالحة؟ هادي ضربت عليها خط الرمل وصبتها. إلى هادي صدرت زيدي كملي بخط الرمل باش نعرفوا واش تكون هاد المرأة، وين تسكن، كيفاش عاملة، شحال في عمرها، إلى آخره. شوية هاد المدبلة هادي اوه هادي شادي ما يرداش عليها، ما تكونش هي ابدا. سفيان تحب تعرف واش وصلني لعند صالون تاع عمتي صالحة؟ مدابية بصح عهدني ما تقول حتى واحد من جبت الخبر. كلمة شارف رحت قصرت شوية مع سي خالد الشوفور تاع بابا. جاني في بالي بلي سي خالد يكون على باله بالقضية، قصدته وطحت عليه، ما حب يقول لي حتى شيء، انكر ما حبش يصنت لي، بصح انا حلفت ما نحطكو غير بعد ما ننطر منه معلومات. في الختام قال لي روحي لعند عمتك بالك هي تكون على بالها بكاش حاجه. اما لا كلشي سهل، اجي روح عند عمتي صالحه تحكي لنا كلش. رحت لعند عمتي صالحه وتكلمت معها. ايوه كش ما قالت لك ديك الحليه حلفت لي باللي ما على بالها بحتى شي، خرجتني من الصالون وبعتني ضربني الهواء. هذيك تكون هي بلا شك. ها بو مالنا من باتش هنا، عندي اجتماع في الكلوب ديالي سامحيني. معليش معليش اليوم فيها بركه، راني متحقق بلي المعلومات صحيحه راهي من جهه السي خالد، وهذاك يلزمني التهابيه والله والله ما نعتقو. ايا قلع من هنا. هذه نص ساعة احنا نقابلو هنا كي سراقي. كان دخلوا الدار ماشي خير. وفي الدار واش من شغالات عندك راهي تتسنى فيك؟ هيا قعد هنا وسكوتا. عندي تمارينات مازال ما كملتهاش. التمارين ديالك ماشي مرفة تقلقك. ياه. انت يا بيك الخوفة. قول لي بلي راك خايف من مدام نرجس تلقى عليك الكلاب ديالها. ما تخافش، ما عندها لا كل لا نمر. لا لا، بصح هذا ما يسمحلناش باش نباتو هنا. انت كان عندك تمارينات، والباك راه من على شيامات. الباك شغلي وانا مولاتو. ودرك يرحم باباك، هات المرا كي نخفو قبالتها واش نقولو لها؟ نحلوها باش تخطي بابانا، نبوسو لها يدها راسها، ولا نركعو عند رجليها وحنا غارقين في البكا؟
كيكونوا قبلتها خليني انا ندبر راسي معاه. ياه ابا انا قررت ما نزيدش نستنى هنا وما نزيدش نتبعك. انت يا بك الخوف ها اش تعرف بلي راك خايف منها؟ لا لا ما رانيش خايف منها، راني خايف منك انت. راكي معولة على كلش وانت ما في يدك والو، وتوصلي نتبهدلو هذا ما كان ما لبقى على خير. بالكفاره بالكفاره ما راك مقلعها من هنا. ما لا تبغي راسك، هذه الروايه انا ما نمثلهاش معك وراني رايح. راك رايح روح له لا يردك. سفيان واش كاين؟ تعيا وتندم على رايك، ما كاش اللي يسمح في يما هو باباه وزعت في الدنيا. كنت اختي رايي امشي ندخلوا للدار وبركينا من هاد الهبال. يهمها لا على حسابك انت، نخلو مدام نرجس تعمل فينا رايها. دبري راسك. خرج عليك جن؟ لا لا هيا هيا وش يكون هذاك الراجل اللي راهو معها؟ بالك خوها الكبير ولاك شي واحد من عائلتها. جاب لي ربي هذا يكون كاش قاعد جيكو راه مكري باش يحميها. ايوا يا لالا واش نعملو درك؟ وانت واش فكرت؟ انا ما على باليش انتي مولات الدبارة. نروح نتكلم معها، نحط لها سعدها في يدها، نقولها كل واش في قلبي، نعرفها بروحها، نقولها انتي ما تسويش وما تستحيش على عرضك. ايه واش راكي تسناك؟ وانت ما تجيش معايا؟ وانا علاش؟ هذه مسألة تاع نساء بيناتكم. روح انا نخلي الباب محلول، واذا كاش ما صار اعطي الريحة رجليك. ايه ملاني رايحة. ايه روحي. يعني رايحة. ايه روحي. واش نعملو درك؟ غير هادي اللي ما كنت نستنى فيها. بصح مليح جابهم ربي في طريقي، هاك دارك لما يسمعوا فيه زوج. غير هادي اللي ما تكونش. توقف قبالتو قبحيه، هذا محال. غير هادي اللي ما عندش الحق فيها. وهو عنده الحق في الشيء اللي راه يعمل فيه، عنده الحق يخون العهد اللي راه مرتبط به مع يما، معنا حنا. يا هل ترى في هاد الساعة راه يفكر في العائلة ديالو، فيك وفيا، في يما، سفيان. اتهدني اتهدني. كي هو كي هي لازم نعرفهم بقيمتهم عندي. تعبني سفيان خليني سفيان. Thank you.
يخرج اليوم ودبر راسهم مع ولادو. أنا وجدت لكم قهوة نجيبها لكم. ما تجيبي والو يشرب الراج، ما بقالو شغل في داري. أنا وياه رانا تفهمنا، ما بقالو غير يلفت قشو. ردي بالك يا بنتي ردي بالك. بون يظهر لي ما بقاش كلام بيناتنا، وما بقى لي غير نتمنى لكم عشرة طيبة مع بعض والسعادة التامة. ملك خذ الفتح تاع الدار، من اليوم انت هو مول الحطة. الله يدوم القسط. القهوة شكون يشربها؟ القهوة حنا نشربوها والبراني لا لا يردو. واش راه صاير؟ وعلاش عليك هاد القلق كامل يا خالتي؟ القهوه والحلوه راهم قدامك، تفضلوا. ماذا بينا نفتحوا هاد الملف كي يلحقوا الاخرين، هكذا ما نقعدوش نكروا في الكلام. يا ساميه يا بنتي، واشنو هاد الملف اللي راكي جمعتينا عليه؟ ماذا بينا كامل نعرفوا واش راه صاير باش جمعتي العائله كامله. كي تعرفوا واش راه صاير تتحقوا بلي القضيه راهي خطيره، وهاد الاجتماع كان ضروري. يا صافية وين راهي؟ علاش ماهيش في الدار؟ عملت اللازم باش ما تحضرش لاجتماعنا، ومادا بيا هاد القضية اللي راني رايحة نطرحها عليكم هي ما تكونش على بالها. القضية راهي صعيبة، ولازم علينا ناخدو قرارات باش نسلكو يما من هاد الخطر. واش بيها؟ راهي مريضة؟ بالك هاي في السبيطار وحنا ما على بالناش. راهي في صحتها والحمد لله، بصح الخطر اللي راني نتكلم لكم عليه راهو مهددها من جهه اخرى. هاد واحد اخرين راهم لحقوا. خالتي كلي الحلوه راهي قدامك. لا لا يا بنتي كتر خيرك، غير السكر اللي ما راهوش ليا. خالي اتفضل. صح صح. انا من مده طويله انتبهت باللي هذا الطفله عندها عرق في راسها ماهوش في حاله. الله يجعل الخير. خلعتني في التليفون على حسب كلامها، دارها راهي تريب. كيما راني نشوف راهي عرضت غاشي كبير. الله يبارك. والله قلقتيني يا سامية. على حسب كلامك في التليفون، انا عند بالي كي نلحق نسيب البومبيي يطفيو النار في الدار. واش كاين غير الخير؟ خالتي زينب هاي اللي قاعده تبكي. واش راكي؟ واش راكي؟ غيبه خير يسلمك. واش نتيا؟ واش راكي؟ واش هاي جملتكم؟ خير كنتوما بخير الحمد لله. واش راك سي طاهر بخير؟ بخير الله يسلمك. واش راك؟ خذي راحتك. واش راك؟ بخير الله يسلمك. شكون دراري؟ جملتكم شنو هذيك العاده؟ شغل الشبان. خير يسلمك الحمد لله رانا في محضر. واش بيها هذه المطيره باش جمعتنا كامل هنا؟ انا عند بالي كي نلحق نصيب النار تقضي في الدار، وهذا كامل على خاطر راهي تخدم في مخها وتبني وتهد باطل بعدها. اش ما قالت لك؟ بلا ما تقول لي على بالي بالشي اللي راه مشغلها. بين الزبير وصفية الدعوة ما تشكرش. اوه ايه يقولوا باللي الزبير راه في طريق الشيطان. انا راني محقق باللي القاضية ما كاش منها، غير هي غير هي اللي راهي تعظم فيها. سامية ما راهي لا تعظم ولا تبالغ. القاضية صح، وانا على بالي بالامر من مدة طويلة، على بالنا بها كامل، بصح درك احنا واش في يدنا نعملو؟ واش دخلنا في القضيه؟ بوه مريم هذه قضيه
عائليه ولازم كل واحد منا يدخل فيها. انا ما رانيش كلو فيا ندخل في شغال الناس، انا همومي يكفوني. هزوا بالخونة وصافيه مرتو ما راهيش برانيه باش الانسان ما يهتمش بمصائبهم. مصايبهم بوه، حياتهم كلها جوزوها في الفرح بلا ما شاركهم حتى واحد فيها، واليوم دبانه نحطت على كتافهم راكو طيحتوا علينا السماء. يا سود ساعدك، انت قلبك حديد ما يغيضك لا المغبور لا المحقور ولا المسكين. يا صليحه يا اختي، انا ما جيتش لهنا باش نعاطي معاك، بصح ماذا بيا نعلمك باللي الزوبير وصفيه مرتو ما راهم لا مغاب ولا محقورين ولا مساكن. الزوبير وصفيه يعرفوا مصلحتهم، وانا واش دخلني في مشاكلهم؟ وانت ديري في بالك باللي العلاقه اللي ربطها الزوبير مع هاد البنت راهي توصلوا للهلاك، وهاد الشيء يستاهل اهتمام. انا هذا ما دخلني فيه. وانت يا ساميه يا بنتي، الا جبتيني لهنا باش تدخليني في صوالح باباك ويماك، انا نقول لك وناكد لك باللي هذا ما نقبلوش. هنتي انانيه وهذا هو عيبك الكبير. وانت كلوفية وما تدخلي روحك فيما لا يعنيك. ساميه يا بنتي اسمحي لي نروح، اذا كملنا هكذا هاد المجنونه راهي تاكلنا. ريحي لا 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 نروح يا اختي، لا نروح خليني ما نقعدش نروح. خليني في حيلك اش ما في؟ لا لا في هذه القضيه من بعد نشوف. لا 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 يا طاهر يا خويا ما يدخل روحه بين الضفر واللحم غير الوسخ. واش هاد الريح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واش بهم الزوج هذوك القط مع الفار؟ هذه البنات دائما في شني وشنك. الناس يكبروا وتعقلوا وانتم تكبروا وتزيدوا فيه بالكم. مريم يا بنتي قولي لي واش شنو صاير يا يما؟ الله يجعل هذه القضيه اللي جمعونا عليها ما تسمعي بها وما تدخلي روحك فيها. ان شاء الله ما يكون غير خير يا بنتي العزيزه. يما اسمعي اسمعي، رانا نتكلموا على قضيه الزبير اللي كلمتك عليها في طريقنا. ودوكي جبتي هذه المغبونه معاك علاش؟ واش في يدها تفيد به؟ حتى هي عندها راي في القضيه. يما الزبير راهو حاب يعاود الزواج وياخذ مراه ثانيه صغيره. ايه بركه ما تعيط، يعني فهمت كل شيء. يهم لا اعطينا رايك. لا لا يا بنتي انا هذه ما نقبلهاش وما نحبش الزبير يخرب بيته. يعطيك الصحه يا يما، هذاك لا مصواب. هذه حلوه، وهذا الزبير جا وطلب منكم تروحوا تخطبوا له. المخطوبه بنفسها هي اللي خبرتني بزواجها مع الزبير، هي مشتريه عندي في الصالون وما على بالهاش باللي المخطوب خويا. حتى نهار اللي ورات لي صورته اكتشفت انا الحقيقه. والزبير ما كانش على باله باللي مشتريه عندك؟ هذا بلا شك، ما كان يمنع عليها تجيني باش ما يتكشفش. ديك المخلوقه كل ما تجي للصالون تخلي عندي دراهم كبار من دراهم خويا. ومن بعد الزبير كبير ويعرف صلاحه. الراجل المتزوج ومولا عائله ما يعرفش صلاحه كي يدخل في معمعه كيما اللي راه داخل فيها خويا الزبير. اسمحي لي انا نقول لك ونعاود لك باللي الزبير راه في خطر، والله يستر ويكون معاه. ايه الى كل خطره رجالنا خرجوا قرونهم وبعدوا شويه على طريق المستقيم، احنا يا نحبطوا السماء. الزبير ماشي غير خرج من طريق المستقيم، راه فلت. ديك المره خبرتني بلي وعدها بالزواج، وهاد الخبر ما جابتهوليش غير باش تزوخ عليا. كاين منو مريم؟ واش تكون هاد المخلوقه اللي راح يزوج بها الزبير؟ ما على باليش. صليحة وهاد فلاش كرو ماما ليها؟ من بعد راني نفهمك يما. وصفية راهي راضية قبل بهاد الزواج؟ لا لا احنا هادي ما نقبلوهاش ابدا. ربي يحل للراجل ربع نساء بصح بالشروط. ماماني انا بابا عنده مرة وحدة وتكفيه يما، وما نقبلوش ابدا درا في دارنا تشاركنا فيه وفي بيتنا. واش بها الطفلة هادي؟ واقيلا ما راهاش راضية بالزواج نتاع باباها. وعلى حسابك يا صالحة يا اختي، واش حنا قادرين نعملو؟ يلزم كل واحد يعمل مجهوده باش هاد الزواج ما يكونش. كيفاش؟ ما هي الطريقة؟ جميع الوسائل اللي نعملوها تنفع. صعب عليا بزاف باش نكلم الزبير في هذا الموضوع. واش نقول؟ نعل الشيطان يا راجل.
استقنع باختي صافية يا تكفيك. خليك من هذيك المرات التانية، راهي من أهل الشيطان ولازم تبعد عليها. هاو بلاش كي باكي نلعب بالكرة ويقول لي ما نتداخلش في لي صافيرة ديالو، وفي هذي عنده الحق. وعلاش؟ بالك يحشم منك ويصنت لك. هاو يا اختي صالحة، الزبير نعرفوه، ماشي تعلي يحشم مني في قضية كيما هذي. وانا واش في يدي نعمل؟ هيا دبروا عليا، قولوا لي واش نعمل، راني مستعدة. وإلا الزبير معول على الزواج الثاني يكون متفاهم مع صفية. ماماني يما ما راهيش متفاهمة مع بابا على الزواج الثاني. شنو؟ ولو الدور فتحتم عليها هاد المرأة أنا ما نقبلهاش. بابا ليا وحدي وما نحب تشاركني فيه غير أم واحدة اللي هي يما. اسمعتي ماماني فهمتي؟ سامية بنتي، سامية بنتي تهدني تهدني. سامية بنتي راني متحقق باللي باباك يكون خدا حدو، وعلى بالو بشي اللي راوي يدير فيه، ماهوش من اللي يسمح في عائلته ومرته وولاده بلا ما يفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. والزبير على كل حال كافي روحو ينجم على زوج ديالها. لا لا، هذا ما يكونش ابدا. سامية سامية يا عزيزتي تهدني تهدني. وصفية وراهي علاش ما راهيش معانا؟ فهمنا انا وخويا سفيان بعدوها من الدار باش ما تهدرش الاجتماعنا، باش ما تسمعش بالقضية حتى نفرو احنا. ايه مليح يا سامية يا بنتي اللي تهلا في والديه، يمك هربتيها على الهول وحنا يا رميتينا فيه. مريم واش هاد الكلام؟ عيب عليك، واش من فايده في حضور صافية في هذا الاجتماع؟ بالحاره يزيد غير في غبينتها. سامية عملتي مليح كي بعتي يماك اليوم الدار. هادو كامل عمايل دراري، لازم صافية هي اللي تاخذ المسؤوليه ديالها في هذه القضيه. هي مولادها ولابد من حضورها معنا. وين راهي يماك سامية؟ ما نحبش على يما تتغبن بسبب الزبله اللي عملها لها بابا. قررنا انا وخويا سفيان نبعتوها الحمام ريغه تجوز يومين. أدوا معاهم جداتي وراحوا البارح، سبنا سبة في الروماتيزم نتاع الجدة. بصحتهم يا بنتي بصحتهم. راكي تسمعي يما، صافية راهي في حمام ريها، أدات يمها تتحمم بالشفاء عليهم. الحمام السخون فيه النفع؟ هذه هي الدنيا، كاين اللي راهي مرض في روحه وكاين اللي راهي داوي في مرضه. والزبير معاه؟ لا لا يا ماماني، السي الزبير راهم متنعم في جهة أخرى مع مخلوقة في سن بنته. كل واحد وسعده. سامية يا بنتي الوقت، أنا راه شغل الدار يستنى فيا، وباش جيتك لهنا راني سمحت في داري. الحصول بقى على خير، واللي فيها الخير بيأتينا بها. ما تقلقيش مريم، ما تقلقيش مريم، مازال الحال، اقعدي معانا نردهولك في الفرح. سامية قولي لي، هادي يمك اللي راكي خايفة عليها مسكينة تهول بالقضية، على حسابك ما هي سامعة بوالو؟ يما المسكينة راهي بعيدة على هاد الهول كامل، وما على بالها بحتى شي. إبا يا طفلة راكي غلطة، يمك راهي على بالها بكل شي، غير انتي اللي راكي طلعي وتحبطي وحدك. لا لا، يما راهي في الدار، لا تياب شغل البيت وما على بالها بحتى شي. وهاد الزواج اللي راكم متهترفوا به، بالك هي تكون راضية به. بقى على خير، الله يدوم قسطكم. لا لا، هاد الزواج ما يكونش ابدا. واش بيها مريم ورايحة للطيارة؟ تقول شي غير هي اللي عندها شغالات يستناو فيها. والله والله ما راهي سلكتها من يدي. ها
ما راني نشوف. راكي عملتي حفله يا لاله. يما ما كفانيش الوقت باش نخمل كل شيء. بصح راكم رجعتوا بكري. صار هكذا تفهمتي مع اخوك على راسي؟ خرجتوني من الدار باش ديروا غرضكم ياك؟ يما نقولك الصح، هي مولات دبار. يا ولادي هذه القضية راهي بيني وبين باباكم، وما تهمكمش ابدا، ما تدخلوش فيها. انتو مالتها وبالقراية تاعكم هذا ما كان. بصح يما موحان نخلو هاد المرة تدينا بابانا، موحان نخلوها تعمل رايها فينا ونقعدوا نشوفوا فيها بيدينا مكتفين. ما نحبكمش تدخلوا روحتكم في الشيء اللي خاطيكم، فهمتوا؟ صفيان يا وليدي، سامية بنتي، باباكم نعرفوا خير منكم، ونعرفوا في قلبه وش يغلي في راسه. خلوني ندبر راسي معاه. يما القضية راهي خطيرة، هاد المرأة راهي معولة على رسالنا، وبابنا راه بين يديها تلعب به كيما تحب. سامية بنتي، هذا المرأة ما يقادر على حتى شيء غير تهني. انا هكذا قلت لها. هادي حلوه، انا كان عند بالي هاد القضيه تهبلك تجنك تقتلك بالغيره، وراني نشوف فيك جامده بارده كلي ما كان حتى شيء. شفتي واش قلت لك؟ هاد القضيه يما ما عطات لها حتى قيمه. انت برك اللي راكي تغلي وطيحتي علينا السماء. انت ما على بالك بحتى شيء، هذه يما راهي قبلتنا بهاد البروده باش غير ما تهولناش. بصح راني عارفه بلي النار راهي تقضي في قلبها. سميه يا بنتي راكي تبالغي، هاد الزله اللي عملها باباكم اثرت عليا، بصح ما قطعتليش النفس. يما افطني من عاسب، بابا راه دخل في صف الشيطان. بابك يا بنتي قادر على مكايد الشيطان. يما بابا راه يدور به مرا. خليها تدور، كي تدوخ راهي تمل وتفشل وتبعد عليه. يما هاد المراه راهي تهدد لك حياتك، راهي معاوله تخرب لك بيتك. هذا البيت اللي راكي خايفه عليه اولا وقبل كل شيء هو بيت باباكم، وما تنسايش باللي هو المسؤول الاساسي عليه، ومن الواجب يستحفظ عليه. يما على حسب ما سمعت وشفت، بابانا ما راهوش مستحفظ ببيته، راهو سامح السوسه تشرب دمه وتاكل لحمه. ما عندكش الحق يا بنتي تشكي في باباك وتنتقدي في تسير شؤون العائله ديالو. يما راني خايفه عليك، خايفه النيه ديالك توصل للمحال. ديك المره قادره على كل شيء، قادره باش تملكو وتبعتو علينا. ساميه كما تبالغي وبركي ما ديري نفس السليمه ديالك، كنت خليه ما تروح تريح شويه، تخليني نشوف الفيلم. اشي خير تشوف الفيلم؟ ها الله يعطيك العمى. اوه يا طفله غير تشر على اخوك، والله غير صفيان عنده الحق، هذاك الحمام اللي وسختوني ليه اقتلني بالعيا. نروح الريحه على روحي. يما نوجد لك العشاء. ما تعشى ما والو، خلوني نرقد هذا مكان. سميلي قبل ما تنزادوا يا ولادي، كان باباكم الشخص الوحيد اللي عزيز عليا، خضى في قلبي المكان اللي كانت فيه يما وبابا. كي جيتو للدنيا قلبي تقسم على زوج، النص ديتوه نتوما والنص الاخر بقى ليه. وانا كزوجه عشت مع باباكم حياه من اسعد ما يكون، وهو كزوج اكتشفت فيه اكثر فضائل من عيوب، وبفضله عشنا حياه مملوءه بالسعاده والأفضل. واليوم انا عندي تحقيق باللي حتى شي ما ينسى فينا. يما كوني واقعيه، بابا راه تجوز الخمسين سنه، والناس كامل متفقين باللي الخمسينات عند الراجل هو سن الخطوره. الرجال كلهم مخلوقين من طينه واحده، وانا ما عنديش ثقه فيهم، وخاصه كي يدخلوا في مغامرات عاطفيه. ما زلت صغيره يا بنتي باش تفهمي هذه الامور. يما شوفي فيا مليح وتيقني باللي خلاص ما رانيش نرضى في وضعي. سامية يا بنتي، صفيان يا بنتي،
ولادي تهدموا. حتى انا قانا هذا الزبله اللي عملها باباكم راهي مأثر عليا بزاف. نطلب منكم حاجه واحده برك، حاجه واحده برك تعهدوني بها، عهدوني باللي عمركم ما تقفضت باباكم في هذه القضيه، عهدوني باللي مهما كانت الظروف عمركم ما تقاتلوا. يما بابنا لينا وحدنا، منحب حتى واحد يديهنا ولا يشاركنا فيه. يما ماشي هكذا يحكموا الناس الفنجال. ناقص خموس عليك يا يما، خموس خموس خموس. الله يسترك من العين ويخليك لينا. كملتي؟ وحبيتي باباك يشوفني هكذا؟ خرجي بابا. ايه مرحبا به. بصح انا بالكفاره وصيام العام يا هذا البيروكا ما هي جايه فوق راسي. سمعتي اللي حبني حبني بخنوتي. ايه صح صح صح. بركه ما تعجبي بيا، واش حبيتي ترديني قراقوز ولا واش؟ راكي تشعلي. مساء الخير بابا، على سلامتك. مساء الخير بابا. مساء الخير صفية. على سلامتك. اليوم النهار طوله ما كليت والو. واش دونا الميدان؟ نروح نضرب تحميمه وبعدها القسويله نقضيو الاصلاح. معلي معلي. بابا من غير ريحه الماكله ما تباكل حتى شي اخر. ما شفتي يما كيفاش راهي تشعل اليوم. صافي يا مرتي، من زمان وهي تشعل. هي المشعل اللي راه يضوي بيتنا، هي الشمس اللي تلمع فوق لسانا. روحي وجدي لنا الميده، راني ميت بشر. صفية هي الشمس اللي تلمع فوق رسالنا. راني خايفة تضربنا كود سولي. الدنمارك اوكيبي بار لي نازي 1943. C'est nous qui sommes dans l'avance. Vous avez confiance en lui, Major? Je ne l'ai jamais vu. Les services secrets nous ont dit que c'était un grand bonhomme. Ce qu'on pourrait appeler un bon Allemand. Regardez. On y va. Ah, papa, c'est toi. Had la chia. Yemma wajdet lna acha men arwa ma yakoun. Ala bali ala bali rak mtasaf. بصح احنا ماذا بينا لو كان راك هنايا معانا. ايه عندك صوالح مهمه ما فيها شك، بصح احنا ماذا بينا لو كان تسمح شويه في الصوالح المهمه ديالك وجيت لتها بينا شويه. بابا هاد العشيه يما عملت لنا عشاء وتمنينا كامل نجتمعوا حول الطابله ونفرحوا به. ايه 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 على بالي على بالي بلي راك مشغول وراك متاسف. كذلك رانا متأسفين،
رانا متأسفين أكثر منك بغيابك في هذه المناسبة. نعم، مناسبة خارقة للعادة. يوم عيد ميلاد زواجك مع يما. سامية، هاي سنيوة عند الباب، قوتي روحك يا بنتي، ما تنساش البكرة قريب يلحق. ما ناكلش والبكرة لا يردو، ما عندي حاجة فيه، وكي يدخل بابا قولوا له والله والله الماكلة ما تدخل فمي، والباك يروح يجوزه هو مع حبيبة القلب مادموزيل نرجس. ايه تبعي رايك ونشوفوا لوين يوصلك. وراك رايحة؟ شغلي ما دخلك، ولا حبيت تعرف عاجي معايا. وراي رايحة؟ وراني عارفة أنايا، هذه هبلت ولا تحوس عليه بلا، تخرج بالطونوبيل ما عادش فيرمي. شفتي؟ أنا غير لحقت عند الباب يا قلعت. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، لو كان يحكم هكاش بوليس اليوم عندها ما تسمع لي. لا لا ردة، سالي ما في كشكاشو. هذا يكون بلا شك لو كان تدمركش واحد. يا ربي استر يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. يا ولد، شوفك شنو تعمل؟ واش فيتي نعمل درك؟ نطير باش نلحقها. وين راهي رايحه؟ على بالك انت؟ هذه عمرها ما صرات، ماشي مره ماشي زوج طلبت مني تخرج بالطوموبيل، قلت لها الطوموبيل بلا بيرمي ماكش، بصح اليوم مانيش عارفه واش خداها.
وانا اللي جيت باش نخرج بالطوموبيل مع اصحابي راهم يتسناو فيا. يما شوفي والله غير هذيك الطفله شنو نكسر لها راسها. اليوم تستاهل راهي ليك. روح شوف وين راحت، راني متقلقه عليها. لا يردها والله والله ما ندير خطوه باش نحوس عليها. خليها تشطر تدبر راسها ان شاء الله تفرى في روحها. يا ولد خاف من ربي. يا ولد غيتني، روح اغسل اختك. يما لا يردها. يما 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 واش كاين يا ولد؟ خير ان شاء الله. بابا اليوم بدل المكحله ديالو للصياده. علاش تخرج بها؟ وعلاش والمكحله ديالو بدل لها المضرب اللي ما في حطو فيها؟ لا الخزانه ديال السحين. وعلاش وسميا كي خرجت كش مدات معاها؟ ما شفتهاش حشيه كامله وهي غالقه على روحها في بيتها التي بالتمارين ديالها، ومن بعد حبطت وبدات تكعرر. راهي تحلف باللي ديك المره تنحي لعمرها. واش كاين يا ولد؟ وعلاش تخسيتنا المكحله تاع بابك؟ واش كاينه؟ واش كاين؟ كاين باللي سميا بنتك عزمت تنفذ مشروعها غير بدات وجدي القفف باش تديهم لها الحبس. راهي معولات باصي ودات المكحله تاع بابا وتكون قصده ديك المره باش تقضي لها الصلاح. وعلى سعدي بو سفيان شوف دبر راسك اجبدها لي متحضر مسما اجري اجري برا بركه متسلى اجري 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 ازرب يلا ازرب شويه. حوس على اختك يا ولد ما ترجعش حتى الصبا. ازرب ازرب خلاص تمي تمي. او سفيان وينك رايح؟ اشنا ايه هذا وتبلل فيا خاتي صفية او داري الموطو تاعي سفيان. ما تزعش ما تزعش. ولو كان يقتل بها كاش واحد ما يكون غير الخير يا وليدي ما يكون غير الخير. يا اخي حالة يا اخي. أرواح واش نوراكي معايا؟ معاك ايه؟
راك تشوف هاد الورقة تاع 50 دينار. وش بيها؟ راهي ليك لو كان تعمل لي خدمة. ها؟ راك تشوف ديك الدار هاديك؟ هي بدات تسكن فيها وحدة حبيبتي، راهي راقدة وانا راني نستنى فيها. روح خبط بالزور في الباب باش تنوض. وكي تخرج؟ كي تخرج اهرب، كمل طريقك، ما ترجعش لهنا. اعمل بروحك، ما تعرفني ما نعرفك، خليني انا ندبر راسي معاها. فهمت؟ فهمت. هيا روح اجري. هيا هيا روح. ودراهم من بعد العمليه؟ لا قبل، ولا ما كانش راح يضربك الريح. معليش خوت، وما تنساش اضرب الباب بالزور وغير بظهر حبيبتي يهرب. هاك رصاص كيما في التلفزيون. هي بدات كيما في التلفزيون. هيا روح روح. ايه اهرب 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 اهرب. روح 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 يسوي تساعدك. بعد من وجهي بعد. واش زين درب وهدي واش جابها يا ربي واش جابها. واش نضرك ما تستحيش على عرضك يا اخي بسالة يا اخي. هذا ما فهم فيها والو يا ربي، ما فهم فيها والو والو والو. روح روح خطيني. روح روح روح. خفي خفي دخلي دخلي دار. وهذا واش جابوا لهنا يا ربي واش جابوا؟ خفي خفي. واش بك يا ولد هبلت؟ الموت راه يتهدد فيك. الموت هاي شترنا. راني عقلتك انت سفيان ولد الزبير. خلي بابا لعائلته وشوف انت كيفاش ماشي فيك ربي انت يا اخي. قول داك الشيخ تاع باباك بلي من جهتي راهو حر. اسمع يا جان، راهي لهيه واحد الطفله مهبوله، رد بالك منها. روح لعند يماك يضربك الريح ماشي خير. هيا روح. سفيان واش جابك لهنا؟ ديما دخل روحك فيما لا يعني.
ندي لها عمرها اليوم ذيك الملعونة. بصح تهدمك على جد من جهتها. ما حبش تقرص. تفو. باش تطلق يلزم تسرحي لها الأمن. هذا أولا. ثانيا يلزم تسلحيها بالكارتوش. كيما راي هكذا ما تنفع الوالو. ما تعرفش تستعمليها وجدك ليها. ياه ما كنتش عارفة بلي صرا لي هكذا. لو كان جبت عليها الخنجر ولا درت لها بومبة تحت الكرسي في الطوموبيل ديالها. هاد المكحلة من عادتها تمشي وحدها واليوم دارت فيا حالة. ادفع عليها وادفع عليهم لها. وشنو اقتربت مليح في الباب؟ هو باباك جان. الله يجعل الخير برك. اليوم سقفت حاض الدار يريبوا علينا. كان ولات لي انايا يحكم السبطه ويعطيها طريحه على ديك المهبوله. يا ايما كان شتي واش دارت فينا اليوم. وصلتنا حتى الكوميساريه. زيد انت رمي ليسانس على النار. زيد هبلوني خرجوني من رحمه ربي. يا ولد اتحرك روح لقي له هدلو شويه. نوض هدلونا واش ندير له تكبش يتهدل. خلاص سيدي وليدي لا ولاتي لي غير في الطوموبيل والفوتبال. يا ربي تكون على بالك بلا شك انا وسامية من الناس بلا كبيرة. على بالي عيطوا لي الكوميسارية وتما شفت المكحلة ديالي. بابا سامية ضيعت عقلها زعفت وحبت. على بالي وين راي؟ راي في بيتها غلقة على روحها من البارح ما كلات والو. عزمت تسمح في كل شيء وتقتل روحها بالجوع. يا اخي طفله يا اخي. صفيه بمناسبه عيد ميلاد زواجنا فكرت بالك هاد الحويجه تفرحك. هذيك الجولة اللي تكلمت لك عليها عبر البحر المتوسط راني جبت زوج بلايص واحدة ليك واحدة لي. لو كان نروحوا نجولوا مع بعض باش نتفكروا بأيام شبابنا. جولة عبر البحر الأبيض المتوسط. سامية حلي الباب. بابا راه هنا. خلاص سامية خلاص. سامية حلي الباب باش تشوفي بعينك وتسمعي بودنك.
عمياء. سميا افتحي الباب يا بنتي. نسيت بتشاركوا في الجولة غير هذه اللي ما نسواهاش. مع هذا وفق هذا ضروري بعد نجاح سامية في البايك. هيا على خير.